قبل الرقاد قبل ما أرقد حتى عيوني محمرات. لازم الكل منكم والجميع يعرف أن سالم الشعيبي مستمر في معرض الساعات والمجوهرات في الشارجة لين تاريخ 5، لين تاريخ 5/10 حينه باجيات 3 أيام كأنهم لو 4. الحاضر منكم يعلم القايد في الشارجة عاصمة الثقافة، يفتحون الساعة 12 ظهر لين نص الليل. العالم والساير والياي والقهاوي والطماشة والعلم والخبر كله موجود عندهم، تخفيضات عندهم، المجوهرات الفنان عندهم، الصيغة الأولية عندهم، علما بأن أقدم محل مجوهرات ذهب يوجد في شنتية العاصمة أبوظبي هو مالقوم الشعيبي، ذهب الحمر الأولي، الدقات الأولية مطورة كل عندهم. اليوم رابع يوم، يوم السبت خامس يوم، يوم السبت خلاص آخرة تلايا وليبات، يوم الأحد أبوي يشيلون قشارهم ويسوقونه بجدة أبوظبي، يودون باقي المحلات وعندك ودونك والدنيا مطرجة. هي نعم. وإلى اللقاء في معارض قادمة للشعيبي ومجوهراته، اللي ماشي شراته مجوهرات في الدنيا العودة. الأمراض يينا حيينا للجد، وعلى ما قالوا المصريين الله الله على القد، والقد شو الله الله عليه، سلطان الصغير البلوشي الله الله فيه، منا وفينا ومن عظام الرقبة، أخو صاحب صديق داعم للوطن وللمواطن، هابريح في كل كبيرة وصغيرة عن 10 أوادم، ما شاء الله عليه تبارك الرحمن. التصويت لين يوم التصويت، لحد تقولوا ما حد قالكم سلطان يستاهل التصويت ويستاهل الدعاء ويستاهل الواحد يتمنى لك الخير بغيت. سلطان الصغير البلوشي رقمه 152، لا يختلف اثنان في ذلك، رجل خدوم طيب اي ودي ما حد شراته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير أو بالأحرى مساكم الله بالخير، طالت أعماركم. اليوم منبوني ناوي يكون منبون، اليوم مفروض يكون يوم لا يوم راحة، لكن طالت أعماركم. أنا يوميت ياسمون وقت التصوير حينه، فعلى ما تشوفون اليوم مكان التصوير والمكان اللي أنا فيه ما هان علي، ما أروي جماعتنا اللي شرق الدولة وغربها في دول مجلس التعاون وفي العالم كله، ما هان علي أغدي أناني وما أصور هالمناظر الجميلة أرويهم هالمول اللي هو ياس مول، من أكبر المولات في الدولة، شيء جميل يبهر الأنظار في مستوى من ديكور من تقسيم من محلات من شياكة من كل شيء، عن الحجم حجم مهول أقصى، يعني ما بمال 2 أو 3 أو 4 ساعات يا سمول، مال اتي نهار كامل، ما تروم تقصاه في ساعة ولا نص ساعة ولا 3 ساعات ولا حتى 5 ساعات، ما ينقصى بلاد من كبرها، ما تنحسب المحلات اللي فيه، الرقي اللي في الدنيا كله يوجد في شنتية مولات أبو ظبي، مولات الدولة توجد عندنا بالذات في أبو ظبي، مولات جميلة، مناطق نحن في ياسمول، ياسمول من المولات اللي الواحد يفتخر فيها، يعني معلم من معالم الدولة، ياسمول كمطاعم كإدارة كنظافة كموقع كلوكيشن، يعني في أول أبو ظبي اللي في ياسمو الجريب للي يبي من دبي، من دبي يباله 45 دقيقة، واللي بيظهر من داخل أبو ظبي جدة ياسمو يباله ما يقارب نص ساعة، ناهيك عن من العين ساعة إلا ربع، من الوثبة من بنياس من الشامخة الباهية كلهن، كل يعني مكان وايد جميل
يرزق العنوة في أماكن خاصة للأطفال، في المطاعم بجميع مستوياتها، في محلات الجول، يعني متنزه، يسدك الروائح اللي تنبعث منه يا سمول، يسدك الروائح اللي تنبعث منه وانت في الممرات، روائح جميلة، معطر كان ريته مول يعطرونه يا سمول. فلذلك لأن شال اسم ياس، ياس من الأسامي العريقة عندنا في الدولة، اللهم لك الحمد. فهذه بضبي دار الفلاح، يلا يحفظكم، بضبي دار الزين، دار اليود، دار أبو خليفة يا مال الجنة الباردة، نعم هذه بضبي دار الناس الطيبين، دار الكرام، دار اليود، دار المعاني، دار الصخة، دار الرخاء، دار الأمان. هذه بادي هذا القسم أرويكم اليوم. أنا بين فترة والثانية أظهر معلم من معالم الدولة، معالم لو بيلس، أظهر معالم بوظبي يبالي سنين، إن شاء الله إن شاء الله في تاريخ 16 17 18 من الشهر هذا برويكم جزيرة لم تأخذ حقها من المعرفة، قليلة اللي رمسوا عنها، تكاد أن هي تكون هي من أهم جزر بوظبي، اللي هي جزيرة دلمة. دلمة ست البلادي، وضارين تشوفون دلمة في الإذاعات والتلفزيونات وفي الصحف والمجلات، لكن المرة هذه بتشوفون دلمة من سناب خالد الخادي، بتشوفون دلمة بمعالمها، في بيوتها، بناس الكرام، بتشوفون اللي فيها العرب الطيبة، بتشوفون الناس اللي ودك تجلس وياهم طول حياتك، ما ينشبع منهم هالدلمة، كرم ويود وطيب ومعنى وأصل وفصل وعلم وخبر وسوالف، بحر وبر. سبحانك يا رب، دلمة بلاد حوت تاريخ وحوت وحوت وخطف عليها دهر. دلمة من المناطق والجزر اللي كانت عاصمة تجارية، تمر فيها البواخر واللنجات والتجارة شرق وغرب، من الصين إلى الهند إلى بأفريقيا، كل الدول. يلا ها شو رأيك بعد؟ أصلي أبو عبد الله أصلي. يلا يا مين مارك يقولون أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا في منطقة الرحبة. الرحبة وليش نون؟ يقولون نونها في أي مكان وفي أي زمان، وأنا حين بنون لكم إياها من هاي المدينة الجميلة ذات الكثافة السكانية العالية، الله يحفظ من سكن فيها، لين 80% عندكم اليوم وبكرة وورا بكرة. اليوم شو؟ اليوم الجمعة والسبت والأحد، باجي عندكم 3 أيام ترومون تستغلون وتظهرون 80% من زر نون. نعم استغلوا الوقت وتلاحقوا عماركم، العرض طالت عماركم عرض اليوم الرهيب، شفتوه بكر بالله عليكم كيف يلامض رهيب.
الأدوات المنزلية على ما تشوفون، الكراسي، التكي، القلاصات، القواري اللي قطع مواد المطابخ، التاوات مالات الكيك، الشراخات، كل ما تحتاج السيدة المنزل موجود عندهم. عرض اليوم الرهيب هذا موجود لين 3 أيام بعد. شفتوا هالأكواب هايل، هالناس تدور انت ردوارة يصلحن على فكرة حتى حق شوربة رمضان اللي بياخذ منهم بيتدخر شيء حجمين ثلاثة منهم. عندهم أشي وايد جميل، أنا روحي استعملهن والله بأكثر من 60، توني أشوفهن عندهم فنون. إن شاء الله يكون عاد مواجهات انتبهت حق السعر. هي والله كم سعرهم بالله عليكم؟ ها بلاش، حرام يدنا بلاش. شوف بالله عليكم هم من عروض اليوم الرهيبة اللي مكينة خمامة مكنسة مال كهرباء 85 درهم، طقم فود كامل بزمة وعراه 45 درهم، يا بلاش. أمور أمور هاي، شوفوا بالله عليكم حياتكم. شفتوا مكينة هاي مال الهوبر 85 درهم، وهاي الفود من نمون الزين بعد كله الطيب. تحيدون الوعيان اللي من كم من يوم كم ست الحين الأول عندهم إلا بيج وأسود وحيطة يابو على كل لون، كل لون يخطر في بالكم يابو منهن، جميع الألوان الأصفر البني على حسب أبوي راعي. أما الخيبة تتكون، أما اللون الخضر هذا هذا روحه عجبة والله يا أبوكم عجبة. معلوم من الحبادين بيقول عنب وألوان عنقاش، لب عنقاش ولا جياته، فهذا السماوي وهذا الخضر، أوه يوجف الماشي. بالنسبة للي مكتوب عليه إكسبرس هذا، ها شوفوا أي شيء مكتوب عليه إكسبرس تعرفون أن هذا داخل ستورات نون، روحهم في بخاخيرهم في ستوراتهم، يعني بيوصلك في نفس اليوم ولا نهار ثاني. لا تنسون عطورات نية بأرخص الأسعار وموجود وكبروا الكولكشن، زادوا الرواية حطوا 3-4 نمونات جديدة عندهم، أشياء لا صارت ولا استوت. لا تقولوا ما حد قالكم، زين اللي بياخذ هدايا واسعارهن موافجه واشياء زينه والدنيا طرجه. خلاص الحين زين، وحين طارت اعماركم شكرا جزيلا. والتوصيل سريع، الدفع بالاقساط، تروم تدفع كاش، تروم تدفع بالفيزا، كل شيء تباه موجود. تروم بوي تستبدل وتروم تسترجع. والحين طارت اعماركم بحط لكم الكود مال الخالدي علشان من غير خصمهم غير 80% بعد شيء خصم مخصوص حق خالد روحه، مخصوص لي هنا، وها كله من عندي انا، صفطان من الخاطر، صفطان من نظر عيني يا الغالين يلي ما حد اغلى عنكم. هلا ليش نون نونها في اي وقت ومن كل مكان، متوفر على iOS واندرويد وسهل الاستخدام. كيف تتسوق على نون؟ انتقل إلى متجر التطبيقات وابحث عن نون وبعدها ثبت التطبيق مجانا. نحن الحين بجريب يد المغرب، بدرنا لوكيشن هنا إن شاء الله بنصلي المغرب في المسجد هذا اللي في هالمنطقة المبروكة، وقلت بصور لكم المنطقة هاي اللي نحن فيها. هاي البيوت اللي تشوفونهن تراهن الحين هايين، هاي على أساس إنها منطقة شعبية، هاي مساكن شعبية الحين، هاي مجسمينها بوي الحكومة مجسمتنا على المواطنين بلاش، هاي مجسمة على كل مواطن عاطينا بيت، كل هالمواطنين كل مواطن ببيت، اللي بغى يعدل اللي بغى يزيد أراضي مركاب خيل كل أرض. شو هذا حينه من الزاوية هذه لين آخر الدنيا، هذا كل بيت واحد، وهذا الطرف ثاني لين ها الطرف هذاك، ها كل بيت واحد. شو ما شاء الله تبارك الرحمن، ما بخني خيشات وما بعشر تمتار في عشر تمتار تحرها البيوت حمام، لا اللهم لك الحمد، تخطيط ممتاز، مكان ممتاز، قرية بين أبو ظبي ودبي، منطقة كلها عمار وكلها زين وكلها فلتشون الباهية والرحبة وكلها المقاحة كلها بيوت بيوت تغني يا ليل ما شاء الله تبارك الرحمن. لا ومن عقب أبوي ما استلموا البيوت الشعبيات هالكبار، أبوي بعد قدموا أبوي قروض للي بيسوي زيادة واللي بيسوي زين واللي وافقه وغروض ميسرة بوي بدون فوائد، حد مليونين حد مليونين وبهانس فوقهن ويقصون ترى من شهر لين شهر ولا من حول لين حول والدنيا مطرجة الحمد لله. مشاريع مكتملة فيهن الدخل، مستشفيات، الوزارات تم وتسهيل، والوزارات بنواحة وكل شيء، كل شيء موجود
كل شيء، المدارس، الكليات، الجامعات، كلها ابوي هاي منثره، وحتى البنايات ها كلها بنايات واسواق، ها بين ابو ظبي ودبي. البيوت الوان واشكال وارناق مما تشتهي النفس، اللهم لك الحمد. نحن عايشين في فضل ونعمه من الله سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد. راضي يعني، وبيوت تغني يا ليل ما شاء الله تبارك الرحمن. كان ما يشتكون علي هل يثل فريج، يقول يا صور فريجنا، ايش اسوي؟ شو اسوي؟ خطف عليهم من بعيد، ما ندري بهن، اول مره انا يقربهم. بيوت والله تغني يا ليل، كل بيت اكبر عن الثاني، الحمد لله رب العالمين. هذا ابوي تخطيط بلد. اليوم انا بصراحه اتمنى من كل قلبي النجاح، وانت ناجح الحمد لله. صدقني اي عمل الله. اي عمل بيقود بيكون ربان السفينه ولك هالفنان لازم بينجح ان شاء الله. بينجح الله يخليك ان شاء الله. وقتها وزود ان شاء الله، ان شاء الله. اذا الله كاتب، اذا الله كاتب نصيب كله في عند الله سبحانه وتعالى. نعم. الله يعطيك الصحه والعافيه. العموم السموحه يعني، انت ترى نحن تعبين نقول شوي هالايام، ها كادني اي مكدم، ما لي لا مكدم على التلف. انت ايش اسوي؟ الله يقويك، الله يخليه ان شاء الله يطرح لك. انا دائما من المتابعين مالك بصراحه. جزاك الله خير، واتمنى لك الخير يعني. الله يبارك فيك، تحياتي لكل الاسره. سلم على فريجك، سلم على العيال، على الصغار وقبل الكبار. الله يسلم غاليك الغالي، اتمنى لك من كل قلبي انك ان شاء الله عملك يكون يضرب في السوق رقم واحد ان شاء الله باذن الله. انا متفائل ان شاء الله، متفائل ان شاء الله. منورنا فنان خالد الخالدي. يا ريال مره سويتني فنان، افا عليك يا ابوك، انت الفنان، انت منور الرحبه بكبره. ايش حالك؟ الله يسلمك، كيف انت؟ شو اسمك انت ابوي؟ زير بلوجي. والله مليون والنعم. ايش حالك؟ اسمك وزير؟ نعم سبحان الله. في تعرف حد اسمه زير؟ ها وادين؟ والله نعم ما شاء الله. انا اي الله يحافظك. ايش حالك حبيبي؟ كل شيء زين؟ الحمد لله، الله يسلمك. تستاهل، تستاهل بديتك. ما بتاخروا عب خلصونا. يلا يلا توكلنا على الله. صوروا يا حد، اول شيء اول ما يجيهم يقول السلام عليكم. السلام عليكم. ايه ويقول اسمه؟ عبد الرحمن احمد جابر علي جابر الحسن. ما شاء الله عليك، هذا كله اسمك؟ محمد وليد محمد سالم محمد ما شاء الله عليكم. لو انا سن ما بحطوا الاسم. ما شاء الله عليك، ما شاء الله اكبر واعظم تبارك الرحمن. اختي صور معك. اختي صور معك. زين ويدك ما صورت؟ فيديو صورت بيديك. يلا سلم على اختك وابوك وامك ويدك ويدك كلهم لا تنسى. زين ايه هذا انا اتمنى عشان هذا عمتي قالت لي انك موجود هنا ايه؟ وفاطر صور معاك عاد تطلعني بسنابك. هذا طلعتك الحين، طلعت انت اصلا. يلا خلنا اغنيه، خلنا اغنيه. لا اذان اذان اذان. زين يقول قل هو الله احد. الله احد. الله صمد. الله صمد. الباقي الباقي يا سيروا سيروا ما تعرفون. والله يا ابوكم يا راوي انها تحرى، حد عاطنها بيزات عسد تفتك من هالفودر اللي في ايديها. خلص بالدقيقه بالدقيقه بالدقيقه، والذره في عيوني شيء منها يطاير في العيون، شيء في الخشم، شيء في اللثم، ويحرق العيون، يحرق العيون. كم متكود ها لا والله يا ابو شده يا ربي. رابيه اي استيني انا بعده خلص. شو اسمك انت؟ وانت بادي خبرني شو اسمك؟ اسمي شاهين جليل محمد السويدي. والله والنعم شاهين. شاهين تشتغل تدرس شو تسوي؟ نعم اشتغل الحمد لله. بلا تخبرني وين تشتغل. شاهين ابوي كم عمرك؟ عمري 36. معرس ري هذا ما شاء الله طوله طول وعرضه عرض. معرس يدور ابوي عروس. هذا شاهين من منطقتكم شيء؟ الرحبه. من هل الرحبه يدور عروس، شافنا ابوي هني قال الله الله فيي ادور عروس. دينا خايف من الله مصلي مسمي. شو مواصفات العروس ابو اللي ما اطلب مواصفات، انا ما جاي الشرف، انا بس ابا حرمه. شلقه بلقه طويله قصيره لازم لك راي؟ لازم لي راي. ها
اهم شيء بس طيبه وخلاص. طيب بعد شو ديانته؟ انا مسلم مسلمه. ها يعني لك متطلبه؟ لا تعال مني خلينا نرمس علي طف عاده. طيب تعال تعال يا تعال خلينا نسولف يا ابو خالد. جماعه ما شاء الله شفت التصوير زين. شو مواصفات الحرمه اللي تباها؟ الحرمه يعني ابوي على فكره ترى الرجال طويل مترين اظني طول. كم طولك انت مترين؟ 86 ما شاء الله. يعني بتقصر؟ شو مؤهلك الدراسي؟ مؤهلي دراسي ثانويه عمل. ايه والتحق بالجامعه لكن طلعت وحين بعد احاول ارجع مره ثانيه ان شاء الله. عندك بيت؟ عندك علم خبر؟ عندي بيت الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد. كل شيء الحمد لله متيسر، كل شيء الامور طيبه. طيبه تبى من ابو ظبي، تبى من دبي، تبى من العيد، وين تبى؟ والله الذي من الله حياه ان شاء الله. الحين كيف وين بيعرفون طريقك؟ يجون هني شو يتخبرون عن منو شو اسوي؟ عطهم اسم كامل. اسمي طال عمرك شاهين علي محمد شاهين السويدي من الرحبه. زين علي ما شيء مشكله، لا تحط رقمك لانه رقمك بخليه عندي انا، والعروس ابوي ان شاء الله بتتصل بي وبنعطيها رقم. ما تقصر. زين لا بنعطيها رقم ابوك حق تخطبك. نعم شو رايك؟ هب اخير اخير انا مش دراي قلت انت بتغازل ما علم الغيب انا. ها رقم قوي طال منع موجود ان شاء الله. بتعطيني اياه انا؟ بعطيك انت. اشهدوا يا من الحضر ها الريال ابوي يدور عروس ويبع عروس ستير بعد صلاه ودين وخايفه من الله. هو انت صليت العشاء له بعد؟ صليت توني جاي من المسجد اتحرك هناك ادورك هناك. يعني هناك توكل على الله. الله ييسر امورك. سمعتوا هذا الرجال فنان مره صاحي 16 انا ها شوفوا طوله طول وعرضه عرضها ما شاء الله تنق بن عنق فنان ورقم واحد وصاحي خشم وعنق وهاي تفاحة آدم بعد عنده وذنيه فنانات وخشم وأطراف كل ما فيه فنان الله يحفظه يدور حرمة وإن شاء الله أن الحرمة الليلة بتظهر الليلة إن شاء الله. إيه وإن شاء الله إن شاء الله. تصلي الفير في المسجد ولا لا؟ أصلي الحمد لله. ترون شيء فيه هاك أسوي تشيز تشيز ضروسه صاحيات عيونه صاحيات كل ما فيه صاحي ست هذوها طوله ستة ترع طوله ستة ذرع وفنان وما شاء الله عليه في شبه من هل السمحة ما شاء الله. هي لأن السمحة قريبة أبوي عندكم توا إيه ما أخذ أبوي من شبه هل السمحة. إيه والله الله يسر أمورك حبيبي. الله يسر أمورك. آمين. ما قصر طال عمرك. قصر عنك الشر. آمين. يعني ما خلا منك إلا خليتك سلم أبوي على فريجك وعلى أهلك الصغار. كنت عرست قبل أنت؟ لا ما عرست. ليش لين الحين ما عرست؟ الامور شوي تعصل قات اول بادي والحين تيسرت والحين ان شاء الله تيسرت بوجود ثم انت الناس الطيبه ان شاء الله حبيبي. ان شاء الله بتيك العروس لين مكانك توكل على الله ان شاء الله. وانهنتين شو رايك بهنتين مره واحده؟ انا اقدر على انت ما اقدر وحده؟ ما بقى انا وحده عيزان انا يعني تبى وحده ولا هنتين؟ وحده بس وحده ان شاء الله توكل على الله. الله يرزقك ان شاء الله بنت الحلال اللي تيلزتك الذريه الصالحه ويطرح فيك البركه. سلم على اهلك الصغار والكبار مره ما خص الحد. ها كلهم يعرفونك يسلمون عليك يدورونك يدورونك بس الله يحفظهم يشوفونك بس. لا خليت لا منك ولا من فريجك. رد السلام حبيبي. شكرا. بسير الحينه سر عند مدير الاعمال هناك حط رقم تليفونك ورقم تليفون ابوك ان شاء الله. قول له هذا رقم تليفوني ورقم تليفون ابوي ان شاء الله. اسمه منهل مهندس منهل سر ياس اصورك انا دق عليه الجامع. افتح الباب افتح الباب سيده منهل خذ عنا رقم تليفون وتليفون ابوه تليفون وتليفون ابوه. هذا اسمه حمدان السويدي الحليب ياسين صورونا نخرب عليهم الزعيج. اليوم عندنا تصوير نحن في وين؟ في ياس مول. زين شو اسمك انت؟ خالد. هذا خالد السكاتي. وانت؟ أمير. وانت؟ خليفة. وانت؟ مريم. وانت؟ وانت؟ مريم. مريم شو اسمها هاي اللي ويانا؟ أستا. بليز كم هير بليز أستا هاو ار يو فاين يو هابي وذ ذس فاميلي. الحمد لله الحمد لله. ثانك يو أستا. أي صف انت مايا؟ خامس. خامس. وانت؟ وانت؟ أول. وانت السكات اللي ما بطلع ترمس؟ صفر. الله يحفظك. شوفي الحين يبون العالم تسوي شباكيه متى؟
فهم. ليش؟ مطول. الفيديو ياخذ وقت. انزين. انت ما فيك صبر. انزين الحين وين سايرة؟ كيف؟ وين سايرة؟ الحين؟ اي. السايرة المطبخ. يلا شكرا. عفوا. انزين متى بتسوي لنا شيء؟ الحين شو بتسوي انت؟ ان شاء الله اي وقت شوفيه كل اللي ها؟ ايش عندك انت؟ اي ساحرة. ايش عندك؟ هذا دونات. دونات زين. يلا. بريسيلا اقولكم شيء لخوز من اكثر ياس اصور اقولكم بلا شيء تعرجيب شيء جايين ابوي ترى اليوم منتج وان شاء الله اللي بنصوركم اياه منتج مميز جاي دار لنديره ثلاث اربع نمونات انتاج راعيه الدار مواطنه شغل منتج عباره الله يحفظكم عن ثلاث لو أربع خمس لو عشر نمونات من السح سح مثل بومعان يبري فرض خلاص يمتاز شغلهم أنه فسلال مميزة حق هدايا شي طولانيات شكل انشارات القارب وهو ما بغارب زين ومدلوش نمونتين نمونة الله يحفظكم نمونة المدلوش اللي هو بالسح مدلوش بدهنة سمن دهنة عربية ويا قناد اللي هو الهيل وزعفران ودهنة طيبة اللي هي دهنة طيبة وزعفران وقناد هذا نمونة والنمونة الثاني مدلوش غير بطحين بر مال الدار أظني من عمان كانهم جايبين البر هذا ما تحيدون شيء لين اليوم لين بكرة شيء مساطيح مخصوصات للبر تغليف والشكل والترتيب نظيف وفوق عن الزين خدمة أهل زاخر من أهل العين خدمة زاخر بحرمة رعاية الدار نظافة وعلم وخبر ودين فأنا أفضل يوم أعلن أو أروج أو أني أمدح شيء في شيء يكون من الصدق أو الكثير من الصدق لأن اللي ما في صدق وما في نظافة وما في فينيشنج لأن هالجماعة اللي بيشترون بيزات أنت ما بتعطيهم صدق الحين ولا شيء بتعطيهم شيء مال بلاش لا فلازم يكون مغلف ومرتب شيء فنان وجميل فكل هذا حين برويكم إياه كل شيء لأن مخاطري شيء زين واحد بيطري انخذاه وهدا ولا طرش عطا ولا سفرة ولا حد بيصير ولا حد بيجي ولا إنه مطرش شيء يمن كل مقرطس على ما تشوفون كل مقرطس بلففة وخدمة نظيفة رقم واحد ها كل ببطلكم إياها هذا مثلا مدلوش بالبر هذا روحه من غير وهذا المدلوش بالدهنة والزعفران والقناد اللي هو الهيل نمونتين المدلوج وهذا الله يحفظكم بعد منقير خلاص شيء عليه سمسم مهنهن وشيء بالنارين وشيء باليوز وشيء من كل نمونة ونمونة كل هذا خدمة بيت خدمة منزلية اللي تشوفونه عليكم كم طاوية عريم القرطاس عن أبو بيشرد بيطير ما بيطير كم لاف عليه ومشطن تنة شطين لعني شوفوا ها شوف الله عليكم الفرض 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 عمود الأرض انبعت غناك ونكلت هناك ايه حافظ على هالفرض فرض ابوي هالزاخر شوف ما شاء الله كل فرد كم اكبرها نعم هذا سمعتوه اللي غنون عليه انباري الاصلي في ساحلنا موجود وشوقني وخلي الناس تعبانة هذا ابوي انباري الاصلي هذا ابوي عنبار الاصلي شوف عليك الفرد بفردته منظف معدل مزين حاب يوم يقول خدمه شيء من الخدمه المنزليه روح تغني لي هذا ابو معان يا حافظ على ابو معان يا حافظ عليك يا ابو معان شوف الله عليكم تحرى يوز 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 تبارك الرحمن يوز يا وك ابو معان من زينه عسمتي يمناش يا رعية زاخر ولا عدمناش لا عسمتي يمناش ولا عدمناش يا رعية زاخر والله يا ابوك ودك ما بدك تاكله ودك الا تصور له عداله ما يندر ابنه دا قال لي نعم لا عسمتي يمناش لا عسمتي يمناش يا رعية زاخر هذا الشوحين هذا ابو معان وهذا الفرد وهذا خلاص فراده بعد مغير
والله يا ابوكم الاخلاص يا ريت تظهر في خبره الراس خنين وحاف وما زينه شبعان شمس هبي جاي خرسان ولا بي جاي بيلود لا فنان ورقم واحد يا ضوي كله زين فوق عن الزين بالاخص يا ابوكم كله فنان والله ما رد تظلم بختك هذا ابوي السح اللي هو المدلوج وهذا اللي بالبر انا بطعم من هذا من هذا عاد ما يخصني في خاطريه بالنسبه للي تسافر وساره ويو اللي يشترون من برا في اي دوله من دول العالم اي انتاج منزلي معروف في دول اللي من غير ان اي شيء انتاج منزلي ان كان خياط ان كان اكل ان كان حرفه ان كان اي شيء سوفينير اي شيء اي شيء يجي 10 اضعاف اللي في السوق قيمته فتاكدوا اي خدمه منزليه تكون فائقه الجوده عمر المصنع ما يسوي خدمه مثل ما يخدمها البيت او تخدمها راعيه البيت وبالاخص ان كان شيء من منتجات الدوله من منتجات البلاد من جود الارض هذه وطيبها فلذلك هذه تشوفونه ما كان سح تقول حلوه 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 الصيقر انا طعمت الاولي هذا اللي هو بالبر وهذا الله يحفظكم اللي بالدهنة والزعفران والقناط وكل وحدة أحسن على الثانية والله يا أبو خرديت كانت وحدة من أبو معان ما هان علي ما طعم منه والله إنه قيد مونة حلو أنا خاد منه بلف ببيع المضرب الطويسة هاي اللي بياخذ بيشتري وبيعطي وبيهدي وبيجسم وبياخذ وبيرحم الصاحب والصديق وبيعطي اليار ترى مش غلط انك انت تشتري كدعم للأسرة هذه اولا المنتج من اروع ما يكون وثانيا تراك لك اجر انك انت تاخذ من أسرة منتجة هذا روحه انت سويت شيء تعجز عنه عشرات العوائل والأشخاص اللي يسوونه أنك أنت تدعم عائلة فهذا روحه شيء جميل ما بالك بتدعم وبتأخذ منتج والمنتج بيضوي إن عطيته وإن هديته وإن تاجرت فيه ولأنه شيء يمل يملك عند العرب والله يا أبوكم يا فنان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكثر السلامات لما توجف المهم مساكم الله بالخير اليوم يمكن أظني لنحينا 9 أيام 12 يوم 11 يوم في التصوير في التصوير فيلم أزمة مالية أنا ومجموعة كبيرة ما شاء الله من الجماعة فعلى فكرة أبوي ميثة قالت أبوي غير صورتي لك الفلتر لحق الفيلم هاي الفلتر اللي احنا حاطينه قالت ابوي انا ما بعرف اني صورة هاي قديمة حطوا لي صورة فنانة قلنا عاد الحين هاي نحل اللي لقطناه وقالت برايكم حطوا لي ندب لكم صورة PDF تكون واضحة تكون يعني ابعادها زينة قلنا لها ان شاء الله المراد كنت اتوقع انا ان التصوير يعني بيكون اي نعم انا مشكلتي في الحفظ في الحفظ لكن زين منهم انهم قهروني هالمدة كلها المخرج ولا والمنتج والمصورين والإضاءة والجماعة كلها مجموعة كبيرة جيش تقريبا 60-70 نفر وين ما نسير التحرى سايرين كتيبة هي والله وتوقعت اني يعني الحمد لله أنا متعب شوية لأن الحفظ عندي وايد صعب فلذلك يعني استحملوني وكأني ما بمسوي أي شيء يعني تعبوا وياي لكن كلهم استحملوني إلا المخرج راكان يعني ما قهر يعني بيني وبينكم تصوير في الشمس وفي في الحر وفي المطابخ وفي البخاخية وفي البر وفي البحر وفي اليبل وتصويرات ما أدري كيف داخل فل وخارج فل وليل ونهار ورطوبة يعني شوي ويمتع شعر راسه من كثر الإعادة وستوب إعادة ستوب كلاكيت ماكيت ما أدري شو الكلام ما مخرجين وانا كل دقيقه بكلمتين اكون حافظنهن ومن يشغلون التليفون الكاميرات وايد اتخادى من يشغلون الفلاشات والدنيا اتخادت الف ادمي قدامك
انا ابو زين مني اني ربت اخلص. واللي اشد وادعس الفيديو هاللي البارح، الفيديو هالتسجيل الفيلم البارح يعني، المقطع مال تلبيس الدبله يوم البس الدبله، انا قد اويه هالكبير اخيل وقدام العالم مليون ادمي قدامي، زين مني اللي رمت بديره تم تتنافض. والله وهي خبر خير، ولا انا يا ابوك تمي تعرق وانشف وهي غير نمونه ما شاء الله عليها البنيه. بالنسبه للراكان مخرجنا الحبيب جزاه الله خير، اتعبت زياده عن اللزوم، تعبت نعم ما اقول لكم لا، استحملني بما فيه الكفايه، لكنه لطيف وسلس يعني، من عقب ما يخلص المقطع يعني يجيني ويثني علي وبارك الله فيك وعمل جيد يعني شجعني. ولا عاد هذاك وسعيد سيف الشامسي، وسعيد الكاتب ما شاء الله عليه كاتب جميل، القصة يعني معبرة، موجود من هالنوعية عندنا في العالم كله، ما في العالم العربي، في العالم الكبرى وايد من القصيص هذه. نعم في كل قبيلة وكل بيت وكل جنسية وكل دار وكل ملة وكل ديرة القصة هذه، قصة الأزمة المالية. ومن الناس بعد طالت عماركم اللي تعب ويانا وبدل جهد كبير، حسن أبو علي اللي هو مدير الإنتاج ما شاء الله عليه، تعب تعب وايد كبير، يتنقل ويوجد يكون آخر واحد يطلع من الموقع وآخر وأول واحد يجي نهار ثاني من الموقع، هو يجيب المصورين ويجيب العدة ويجيب السامان ويجيب الكشار، ويعني متواجدين بكل قوة يعني خلية تنحل خلية ما شاء الله. وخلف كل هالكواليس توجد شخصية، شاب فنان زقرتي اسمه فيصل بن أحمد، هذا هو فيصل بن أحمد، هذا الله يحفظهم، هو الأونر أي صاحب شركة إكس موفيز اللي هي عندها طاقم الكبير من مصورين ومخرجين وهالي بهل بالفلاشات وهل بالليتات ودور وأكشن وكل هالدنيا هاي بوي تحت أمرته، كلهم ما بمقصرين الجماعة، لكن المول والمتجل على هذا فيصل بن أحمد، هو بوي كمبني، هو اللي يرش البيزات هاي كلها حق تسوي خلية عمل دؤوب وين ما نصير، الصراط والأكل والشرب والقهاوي وين ما نصير أي مكان، يعني دعم متواصل شغل يعني. والله يا أبوكم بحياتي أنا ما كذي لس في مكان ساعة ولا ساعتين، أنا أبو أيرس من 9 الصبح لين هنتين في الليل واجف عريولي، والله يا أبوكم من الأناسة والاندماج مع الشخصيات وسوالف والضحك، الا اكشن الا كنسل الا صور مني الا حط مكياج الا شل مكياج الا بد، يخطف الوقت كلمح البصر ما تدري كيف يخطف الوقت من كثر الألفة، ومسوين جو جميل وانا بعت والنصيب ايش خليته. شركة اكس موفيز اللي هي نحن اللي هي قابضة الفيلم مالنا اللي منتجت لنا اللي هو فيلم أزمة مالية، إن شاء الله من بعد هالفيلم بتكون إن شاء الله متواجدة وبقوة، هي قوة، هي قوة ونشاط وعمل دؤوب، لكن إن شاء الله راح تكون متواجدة وبقوة من بعد فتح دور السينمات ودور العرض يعني، والناس بتشوف وبيكون الافتتاح في قصر الفندق قصر الإمارات في أبوظبي، وبيكون دعوة كبيرة لفنانين كثر من دول مجلس التعاون من العالم العربي، بيكون شيء وايد مشرف وجميل، وبتصاحب الافتتاح فعاليات وايد كبيرة، وبيكون فيه أشياء جميلة. يخبرني راكان المخرج يقول عادة السبونسر أو الرعاة يجون وقت تدشين الفيلم أو نحن روحنا نسير ندور رعاة، لكن يقول في فيلم أزمة مالية جايين أثناء التصوير، فهذا روحه من عجائب الدنيا السبع.
الأمور هذه أنا ما عندي اطلاع عليها زيادة، ما بكل يوم أمثل، أنا أول مرة بحياتي أمثل، لكن يخبرني المخرج والمنتج يقول هذا اللي استوى شيء وايد جميل، وأن النوادر يستوي، ونتمنى النجاح إن شاء الله والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ونبشرك يا أبو محمد، هاي بداية خير وشيء جميل وشيء زين. قلت لهم شكرا. في بعض المواقع السياحية في أبوظبي عاصمتنا الحبيبة لقطنا بعض الصعوبات، لكن إن شاء الله طالبين من الله سبحانه وتعالى إن الله ييسر الأمور، يعني في مناطق سياحية يعني الحصول على ترخيص أو الوصول إلى هالمكان صعوبة، يعني صعوبة زيادة عن اللزوم، بالرغم أن هذا للمصالح العامة، لكن الصعوبة ما أدري ليش، سبحان الله يبون ترخيص ودخول وما أدري كيف، ولا لا لا بتي المكان هذا لازم ما يكونوا هكثر آدمي الوقت هذا، لا وهذا يعني بالرغم أن هذا شيء للمصلحة العامة ولمصلحة البلاد والعباد، لكن ايش بنسوي؟ المهم تيسرت الأمور في أماكن بونا ناويين نصير يكون في التصوير فيها، ما ربنا نحصل على تصريح يعني، وتأجل إلى إن شاء الله الأفلام الجاية والحدث، أو حطينا أماكن بديلة عنها.